السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة التصوير المصري. معكم عبد فتحي، وحلقتنا النهاردة ريفيو عن برودكت أو منتج مختلف شوية، مش هيهم قوي كل المصورين الفوتوغرافيين، ممكن يهم شوية الناس اللي حابة تخش في مجال الفيديو أو هاوية فيديو أو بتحب حاجات تخص الفيديو. فلو أنت فوتوغرافر استنى خد فكرة يمكن الموضوع يعجبك، لو أنت فيديوغرافر فأكيد اللي أنا هقوله ده حتى لو عدى عليك أو لو أنت لسه داخل في الموضوع هيفرق معاك. أنا جبت منتج جديد يخص التصوير بس مش فوتوغرافي، خص تصوير الفيديو. المنتج ده هو الجلايد كام. مبدئيا هو جلايد كام دي الاسم اللي يطلق على المنتجات اللي شبه كده، بس في الحقيقه هي ماركه حاجه زي موبايلات سامسونج، هواوي، ايفون، دي ماركات. فالاسم الاساسي للشيء ده اسمه ستيدي كام. طبعا لو بحثت على ستيدي كام على النت هتلاقي ستيدي كام حاجات شبه كده اللي هي بتاعت الافلام بقى، والشخص لابس زي جاكيت كده فيه الكاميرا متعلقه في ستيدي كام زي كده. بس الاسم المتعرف عليه للشيء ده اسمه ستيدي كام. المشهور بيه انه اسمه جلايد كام لان اشهر ماركه فيه اسمها جلايد كام. بعيد عن القصه دي عشان ما تتوهش مني والموضوع ما يبقاش معقد بالنسبه لك، ايه الشيء ده اصلا وانا جبته ليه وعليه الكاميرا كده ليه والكلام ده كله. طبعا انت شفت البي رول في الاول او البرومو الصغير في الاول بتاع المنتج ده، هو عباره عن ستابلايزر او مانع اهتزاز او مثبت بصري للكاميرا. طبعا ده مش للفوتوغرافي، ده للفيديوغرافي او الفيلم ميكنج او صناعه الافلام والكلام ده كله. ده عباره عن استبلايزر بس مانوال شويه. عارف انت الكاميرا ما بتصور بيها مانوال بقى وتظبط انت كل حاجه فيها، فهو بالظبط ده فكره الجلايد كام ده. بالمناسبه اللي معايا ده مش ماركه جلايد كام، هو مجهول الهويه، ان انا حبيت ابدا بحاجه مش غاليه فللاسف جبت حاجه كده ايه مجهوله الهويه، مش معروف ماركته ايه اساسا. يعني في منه ماركات كتير واسماء كتير والصيني والامريكي والكلام ده كله، بس ده يعني حاجه كده بدائيه قوي قوي قوي، حتى مش غالي. عباره عن ستابلايزر كل فكرته ان انت بتصور من خلال انت تمسك الهاندل ده او الايد دي وبتعمل زي ايه توجيه للكاميرا عن طريق صباعين او ثلاث صوابع من الموضوع ده. الموضوع يكاد يكون ليك سهل او بسيط، ايه يعني يا عم الكلام ده كله. لا، الموضوع للاسف مش سهل، والتصوير بالجلايد كام ده او الستابلايزر ده مش سهل خالص، ومحتاج بدل التمرين مره تمرين الف. مبدئيا التوازن بتاع البالانس بتاع الجلايد كام ده، هل انا بحط الكاميرا خلاص اتوازن؟ لا، الموضوع اطول مما انت متخيل، ممكن ياخد معاك حوالي 10 دقايق فيما فوق توازن لو انت اول مره تستعمله. مع الوقت هيقل معاك بس برضه هياخد منك وقت وانت بتعمل توازن. اول حاجه وانت بتعمل توازن بتركب في قطعه زي الترايبود كده، قطعه تحت الكاميرا اللي بتركب في الجلايد كام ده، وبعد كده تبتدي توزن فيه. طبعا انا بتكلم هيظهر لكم فيديو وانا بعمل البالانس بتاع الجلايد كام ده او الاستبلايزر ده، بس فيديو مسرع شويه عشان ما نطولش وقت الفيديو. بعمل بالانس عن طريق ان انت بتشوف هل لما بتركب الكاميرا عليه مايل يمين فبترحل الكاميرا شمال شويه، مايل شمال بترحل الكاميرا يمين شويه، مايل لقدام بترجع الكاميرا لورا شويه، مايل لورا بحط الكاميرا قدام شويه. الوزن بتاعه في تحت اوزان بتركب فيه، في اللي معايا ده في وزنين، وزن تقيل ووزن خفيف. طبعا ده راجع لنوع كاميرتك، يعني مركب كاميرا اخف من كاميرتي هتضطر ان انت تخف اوزان من تحت. الموضوع كله عمليه توازن بحت، انت عايز تخلي اللي فوق وزنه قد اللي تحت عشان وانت بتتحرك بيه لا يمين منك يمين ولا شمال ولا لفوق ولا لتحت، يبقى انت المتحكم الكلي في كل اتجاهاته. طبعا برضو انا ان شاء الله هوريكم فيديو وانا بصور بيه وفيديو النتيجه بتاعته، وممكن كمان اوريكم فيديو بتاع النتيجه بتاعت الفيديو بعد المونتاج كمان، بس برضو اعذروني انا مش بروفيشنال قوي في استعمال الجلايد كام ده، انا لسه برضو بتدرب عليه بمعنى اصح. سعره كام الجلايد كام ده او الستري كام ده؟ انا كنت شاريه مستعمل شبه كسر زيرو، كان ب 400 جنيه، فممكن تلاقيه مستعمل على النت فرنج 400 500 600، وفي حاجات طبعا اغلى بيوصل ل 3000 جنيه كمان. بس سؤال، هل ده بيديك نفس نتيجه الجيمبل اللي هو الالكتروني اللي زي الرونين اس، اللي زي الحاجات دي بقى الرونين اس سي والكلام ده كله؟ لا، ده بيديك نتيجه كويسه، بس لو جينا نقارنها بنتيجه الرونين اس او الجيمبل الالكتروني اللي فيه ثلاث مواتير، طبعا في فرق شاسع. انت ده مانوال خالص، انت بتتحرك بايدك وماسك بايدك وكل حاجه بايدك وبجسمك، مفيش فيه اي حاجه الكترونيه. انما الجيمبل التاني فيه ثلاث مواتير وفي حاجات الكترونيه وفي حاجه زي الكاليبريشن شوف الكاميرا موزونه صح ولا مش موزونه صح، في حاجات تانية كتيره مفيده بالنسبه لك. طب هل ده ينفع في كل انواع التصوير ولا ليه انواع معينه ولا ايه؟ للاسف هو هيبقى كويس في معظم انواع التصوير، بس في حاجات زي اللو انجل او التصوير بزاويه منخفضه
ده مش احسن حاجه فيها، لان انت بتقلب الكاميرا بيه خالص، الموضوع صعب. بالجيمبل اسهل، بالجيمبل ممكن تعمل تمشي بالكاميرا وتخلي الكاميرا تلف معاك لو عايز تاخد شوت معين، ده الموضوع صعب بيه. في حاجات كتير الجيمبل افضل فيها من ده، بس طبعا لو جينا نقارن السعر ده بسعر ده، اقل جيمبل محترم بنتكلم في لو جديد في رينج ال 10000 جنيه، لو جيمبل محترم زي رونين اس. في اقل من كده بس ده الكاميرات الميرورليس او الكاميرات الصغيره بمعنى اصح. فانا جبته ليه كاحمد؟ انا اللي يعرفني عارف ان انا اكتر شغلي تصوير دعائي او تصوير منتجات، فحبيت اخدم على شغلي اكتر، وكده كده انا بحب تصوير الفيديو بشكل عام. حبيت اخدم على شغلي اكتر ان انا اقوي شغلي بان انا يكون في جانب الفيديو، ان انا ممكن اعمل برومو المكان، لو بصور افتتاح مكان، لو بصور منتج ممكن اعمل له زي فيديو صغير كده زائد القناه. يعني لو حبيت او خرجت اصور حاجه او الدور يعني ايه هي مش عارف، حبيت اصور لكم حاجه يكون الكواليتي لحد ما افضل في الثبات بتاع الفيديو، ما يكونش الموضوع رخم او يخنق اللي بيتفرج. زائد ان انت في حاجه صغيره وانت بتتمنتج لازم بتحط شويه من الاهتزاز في المونتاج عشان يخلي الفيديو معاك اسلس وانعم. يعني ما بتخرجش فيديو من الكاميرا خلاص كده بتعمل له رفع، لا بتمنتجه وبتحط له شويه من اهتزاز برضو بسيط، عشان مازال ده شيء حديد في حديد وكل اللي فيه المحور ده يعني ما فيهوش حاجه تانية، فممكن يعني تلاقي فيه هزه كده تتظبط ان شاء الله بالمونتاج. فان شاء الله هيظهر لكم وانا بتكلم او بعد ما اخلص كلام زي كواليس كده لتصوير فيديو صغير او مقطع صغير، ممكن يكون ثواني، انا بس عايز اوريكم نتائجه وازاي بستعمله. اتمنى يكون الفيديو خفيف عليكم ويكون فادك لو انت حابب تخش في مجال الفيديو او حتى عايز تاخد فكره عن مجال الفيديو وعايز ستابلايزر رخيص. فبرشح لك الجرايد كام او الاستيدي كام، بس الموضوع محتاج شويه تدريب على البالانس، شويه تدريب على استعماله عشان تطلع بيه نتائج كويس. لحد هنا اكون خلصت حلقه النهارده، يا رب تكون استفدت معايا، ولو الفيديو عجبك ما تنسانيش من دعوتك، وبس كده، شكرا.